بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. في معرض تاملاتنا في المزمور 37 لداود النبي، المزمور ده اللي مكون من 40 ايه وبيقدم لنا صوره للحياه الناجحه او الحياه الحكيمه، وبنحاول نستخلص من بعض ايات هذا المزمور بعض دروس للحكمه، الحكمة اللي ممكن الإنسان يعيش بيها في الحياة. لأن طبعا واضح أن الإنسان لو عاش بالحكمة حياته هتبقى صح وتبقى ناجحة، ولو عاش بالحماقة وعاش بغياب الحكمة أيام عمره هتعدي منه ويرجع إلى التراب بلا أي فائدة. طبعا الله خلق الإنسان من أجل هدف ومن أجل عمل ومن أجل رسالة عشان تتحقق، والرسالة بتاعت الإنسان أو قصد الله في الإنسان يتحقق من خلال الحكمة. والحكمة اللي هو بيعيش بيها الإنسان في حياته ويمارس حياته، يمارس أيام عمره في كل المراحل وهو صغير، لما بيكبر شوية، لما بيخلص دراسة، لما بيبقى مسؤول في أسرة، في عمل، في خدمة، في كنيسة، في سفر، في هجرة، كل ده بيشكل حياته، ياخد قراراته ازاي، طبيعة شخصيته تكون ايه. النهاردة هقف وياكم ويا ايتين من اجمل الايات اللي موجودة في هذا المزمور، اية 25 واية 26. بيقول كده في الايتين دول في 25، وخد بالك من التعبير اللطيف اللي بيقوله داود النبي في المزمور: ايضا كنت فتى وقد شخت. داود النبي عاش 70 سنة. كنت فتى وقد شخت، يعني اختبر الأيام، ولم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة. آيات، كلمات ذهبية فعلا. هقراها تاني وأرجوك تتمعن بيها، أو لو كان قدامك الإنجيل افتحه وشوف. مزمور 37 عدد 25 و 26: أيضا كنت فخا وقد شخت. كنت فتى وقد شخت، يعني عشت مراحل الحياة كلها. فتى اللي هو فتيان، يعني بتاع 12 13 14 الزمن ده. وقد شخت، وصل بقى لسنين متقدمة. ولم أرى صديقا، ده داود النبي بيقول، ولم أرى صديقا تخلي عنه. مفيش واحد عاش صديق، عاش في البر، عاش في التقوى، وإيد ربنا تخلت عنه، مش ممكن. لم أرى، شوف اللام الجازمة ده هي، لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا، يعني نسله الجيل تاني وتالت واكتر، مفيش جيل كان جعان، مفيش جيل ما كانش لاقي حاجة، تلتمس له خبزا. يكمل: اليوم كله يتراءف ويقرض. ايه الجمال ده، اليوم كله حياته كده. واخيرا: ونسله للبركة. عايز اقول لك ان الدرس رقم 12 اللي بيقدم لنا سورة الحكمة هو درس الطمأنينة. الإنسان الحكيم دايما مطمن، والطمأنينة دي اللي أحيانا نسميها كده في لغتنا العادية، نقول لك فلان ده دايما راضي، الرضا، الطمأنينة في الحياة. الله يعطينا العمر وبنعيش فيه وبيسير فيها الإنسان، والله أعطانا فيها خريطة عشان تعيش كويس اسمها الكتاب المقدس. دي خريطة عشان تمارس حياتك بنجاح، وعلشان النجاح ده يؤدي بك في النهاية إلى نصيبك السماوي. خريطة قدامك، أو دليل، أو مرشد، كيف ما تسميها. لكن كل الخطوات ده، كل مشوار الحياة ده هوت بيحكموا شيء مهم قوي.
كنت فتى وقد شخت، طبعا كاتب الكلام ده هو كبير في السنين، ولم أرى صديقا تخلي عنه. الإنسان الذي يعيش بالتقوى إيد ربنا ما تتخلاش عنه أبدا، ولا ذرية له تلتمس خبزا، ما عندوش أي شكل من أشكال الاحتياج. اليوم كله يتراءف ويقرض ونسله للبركة. طمأنينة الإنسان اللي مطمن. تعالى نتكلم في الأمر ده هو بوضوح شديد. طبعا داود النبي عاش حياته، كلنا عارفين قصة حياته زي ما بنقراها في أسفار العهد القديم في سفر صموئيل الأول والثاني، وبنقرأ حاجات كتيرة، وطبعا في المزامير في مواقف كتيرة خالص، وبنقرأ حياته. زي ما حضراتكم تعرفوا أن المملكة المتحدة في تاريخ بني إسرائيل شملت 3 ملوك: شاول الملك، داود الملك، سليمان الملك، وكل ملك فيهم قعد 40 سنة ملك. يعني المملكة المتحدة ذات استمرت 120 سنة، وبعدها انقسمت لمملكتين، مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا، والأسباط انقسموا برضو، مملكة يهوذا انضم لها 2 سبطين ومملكة إسرائيل انضم لها 10 أسباط. التاريخ اليهودي بيقول كده. فالملك داود قصته بنعرفها، هو فتى صغير، أصغر إخواته وأضعف إخواته، وكان راعي، وكل التفاصيل طبعا إحنا مش في مجال الحديث عن حياته، لكن هي دي الحياة كلها. آخر 40 سنة كان ملكا على إسرائيل، ملك، وبيقول لنا اختبار ناجح جدا: كنت فتى والآن شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه. روح الطمأنينة في قلبك. عايز اقول لك اول حاجة، المسيح ضابط الكل، هو يضبط حياة الانسان. وكلمة ضابط الكل ده هي كلمة ايمانية في داخلك، يعني الله يضبط الحياة الانسانية بكل اللي فيها، بكل الاشخاص اللي عايشين، بكل الاحداث، بكل التواريخ، يضبط كل صغيرة وكبيرة. عشان كده من الآيات الجميلة رمية 8:28: كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. دي أحد مبادئ الطمأنينة، إن كل شيء بتشوفه في حياتك الله يستطيع أن يخرج منه خير. إزاي؟ أنا ما عنديش إجابة، لكن الإيمان يقول لك هيطلع منه خير. وداود النبي كده، داود النبي في وقت من الأوقات تعرض لمشكلات كبيرة مع شاول لما كان فتى داود وهزم جلياط، جلياط الذي كان يعاير صفوف الله الحي، واللي كان بيخوفهم بطلعته بشكله بعتاده، وداود يهزمه يعني أحجار صغيرة أو زلطات صغيرة كده من خلال مقلاع أو نبلة: وأنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، وأنا أتي إليك بقوة رب الجنود. وكانت النهاية المفرحة، الناس تخرج وتهني داود ويقولوا له داود قتل رباواته، وشاول قتل ألوف وداود قتل ربوات. شاول قتل ألوف تعداد 1000، والتاني الربوات تعداد 10,000، أرقام كبيرة مضاعف. يقوم يحل شيطان الحسد والغيرة في قلب شاول ويبقى عايز يموته. انت يا داود انا مطمن، مطمن لان انا في ايدك يا رب. ليه؟ كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. العبارة الجميلة ده هي حطها قدامك عشان تنال الطمأنينة في حياتك. اعرف ان كل حاجة مدام انت ماشي صح، اعرف ان كل حدث في حياتك الله يستخدمه للخير بأي شكل من الأشكال، بأي صورة. القصة بتقول كده. يمكن افكركم بقصة رعوس المؤابية
والتي تغربت وزوجها توفى وأخوه توفى وحماها توفى في بلاد غريبة ورفضت ترجع، وعاشت هذه الطمأنينة مع حماتها نعمة. هي واثقة إن كل الأشياء تعمل معها للخير. يوسف الصديق كل الأشياء تعمل معها للخير. بولس الرسول كل الأشياء تعمل معها للخير. بطرس الرسول، ماري مرقس لما جانا في مصر هنا، وكلنا طبعا عارفين سيرته وقصته، كنا بنحتفل بيه امبارح. القديس ماري مرقس يدخل مدينة الأسكندرية ما يعرفش فيها حد، يتهرأ الحذاء أو الصندل يعني على الأصح، ويروح علشان يصلحه عند واحد إسكافي. كلنا عارفين القصة الجميلة ده، هي إنيانوس الإسكافي أو حنانيا، ويبتدي وهو بيخيط الإبرة تدخل في إيديه ويصرخ يا الله الواحد باليونانية، ويقول له أنت تعرف الله الواحد؟ قل له أسمع عنه بس، قل له طب تعال علمه، وتبتدئ رحلة كرازة عميقة جدا ثمارها اللي بنعيشها النهاردة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. طب مين اللي حط الخطة دي؟ الخطة دي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أول علامة عشان تعيش في الطمأنينة، اعرف أن مسيحك ضابط الكل، وأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. نمرة اتنين في حياة الطمأنينة وحياة الرضا، اللسان الراضي، أنك دائما تشكر الله على عطاياه. الله عطاياه كثيرة وجديدة في كل صباح. احنا بنشكره في صلاة الشكر، الصلاة اللي بنصليها سواء في البيت او في الكنيسة، سواء بنصليها فرديا او جماعيا، بنشكر الله على اعمال كثيرة عملها معنا. نشكرك يا رب لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. ودي أعمال عظيمة أرجو أنك تشعر بيها. لما تقول له يا رب أشكرك لأنك سترتنا، اعرف قيمة الستر. وإذا كان الله سترك لازم تستر على أخوك. هي دي الحياة، هي دي الحكمة. نشكرك يا رب لأنك حفظتنا، بتحفظ حياتك وحياة أسرتك، الله يحفظها، وبتساعد أنك تحفظ حياة الآخرين، ما تكونش سبب في إعصار الآخرين أو أنك تعرفهم الطرق منحرفة لتدمير الحياة زي اللي بيتناولوا الدراجز والمخدرات والحاجات اللي زي كده. انتبه. فعطايا الله كثيرة، هل بتشكر ربنا عليها؟ كل ما تشكر كل ما تشعر بالطمأنينة، كل ما تشكر كل ما تشعر بالرضا في داخلك. والحقيقة كنيستنا بكل الحكمة أبائها ومسترشدين بالروح القدس، لما يحطوا صلاة الشكر قبل كل الصلوات، في القداس نصلي الشكر، في الزيجة نصلي الشكر، في العشية نصلي الشكر، في الجنازات نصلي الشكر، في حياتنا مزامرنا اليومية في الأجبية نصلي الشكر. حياة الشكر. ومن التدريب اللي أحبك تعرفها ودايما أديها لبعض أبنائنا، يعني أنك أنت اكتب قدامك قائمة بـ30 حاجة في حياتك ربنا قدمها لك، ربنا عطاها لك، عطالك أسرة طيبة، عطالك تعليم حلو اتعلمته، عطالك صحة كويسة، عطالك مكان حلو عايش فيه في بيئة نقية، عطايا كتيرة جدا. اكتب الـ30 حاجة دول واشكر ربنا كل يوم على حاجة منهم. اشكر ربنا. هذا الشكر انت المستفيد بيه، بس هذا الشكر يعود عليك بروح من الطمأنينة، ويقول لنا كده: ليست عطية بلا شكر، ليست موهبة بلا زيادة، إلا التي بلا شكر. يعني كل ما تشكر الله يعطيك أكثر فتطمئن أكثر. حياة الإنسان كده، هي دي الحكمة.
فكن إنسانا مطمئنا في حياتك بسبب الشكر. الإنسان بقى في واحد ما بيعجبوش حاجة، وفي واحد دايما متذمر، وفي واحد دايما رؤيته للحياة رؤية سوداء، أو رؤية ما فيهاش طمأنينة، أو رؤية فيها خوف. رؤية للإنسان فيها خوف، خايف، خايف من المرض، خايف من المستقبل، خايف من الحياة نفسها بأي شكل من الأشكال. انتبه، لكي ما تكون مطمئنا قدم شكرا متواصلا، واشكرك يا رب، ورتل في داخلك السبع عطايا اللي بيعطيها الله لنا، اللي هي سترتنا وأعنتنا وحفظنا إلى آخر. الحاجة الثالثة، إنك عشان تعيش وتتمتع بالطمأنينة التي هي درس من دروس الحكمة. إنسان الحكيم دايما مطمن، مش شايل هم حاجة، مش متوتر، مش قلقان، مش مهموم، هو إنسان مطمن. النقطة الثالثة في الحكاية دي إنه يعرف مبدأ الأمين في القليل سيكون أمينا في الكثير. تعالى كده نرجع لمثل الوزنات. أعطاله 5 وزنات، وعطى للتاني وزنتين، وللتالت وزنة. اللي خد 5 وزنات تاجر بيها واهتم بيها وربح ربحه كان 5 وزنات أخر 100%. ده واحد كان مهتم تماما، ده ما ضيعش ولا دقيقة، ده كان ملتفت، لأن الله أعطى للإنسان عطية ثمينة جدا اسمها عطية الوقت. فهو كان أمين في وقته، فتاجر وربح، وبلغتنا الحديثة كان عالي الاستثمار. التاني عمل زيه، الوزنتين تاجر بيهم وربح وزنتين. طب وبعدين التالت بقى؟ التالت أولا فكر فكر فاسد وفكر شرير، وخد الوزنة، لأنه إنسان كسلان، خد الوزنة وحطها في الأرض. ولما تحطها في الأرض هتجيب إيه؟ فين اجتهادك؟ فين نشاطك؟ فين تعبك؟ فين مجهودك؟ ولما جه سيده يطلب الوزنة، راح مطلعها له بالتراب كده، قال له تفضل الوزنة بترابها، ولم يحقق شيء. عشان كده كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك، أدخل إلى الفرح. خد بالك الدعوة، أدخل إلى فرح سيدك، ده بفم المسيح يقولها لك، دعوة خاصة. فرق بين إن واحد بعيد يدعيك لأي مناسبة، وفرق إن صاحب المناسبة نفسها يجي يدعوك ويقول لك اتفضل عندنا، أدخل إلى فرح سيدك. أمانة الإنسان، أمانتك في كلامك، أمانتك في وعودك، أمانتك في معاملاتك. الغريب يا أحبائي أن عدو الخير بيجي يبذر في أذهان الناس أن دي كلمات حلوة وآيات حلوة، بس مش لنا، مش للزمن بتاعنا أبدا. أعرف يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. الوصية بتاعت يسوع المسيح أمس واليوم وإلى الأبد، فعالة، كلمة الله حية وفعالة، وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته. الكلام ده مش كلام قديم، ده كلام بتاع كل يوم. إذن كن أمينا في القليل الذي في يدك، وأمانتك في القليل ده هي هتبارك، وهيعطيك الله أكثر وأكثر، وهتبقى إنسان دايما مطمن. أحيانا الإنسان بنسميه في أمانته في القليل عملية التدبير. التدبير دي عملية مهمة. التدبير على فكرة اللي طلع منها علم الاقتصاد الإيكونومي،
والتدبير في استخدامات البيئة والطبيعة. يعني افرض استخدمنا كل الجبال وطلعنا منها كل الرخام، ما هتيجي أجيال مش هتلاقي رخام. افرض استهلكنا الأرض في الزرع بطرق كتيرة، هتيجي الأرض تنضب بعد كده مش تطلع زرع. افرض استهلكنا الطاقة في اللا شيء، هنيجي في وقت نحتاج طاقة مش هنلاقيها. من هنا جت عملية التدبير، وزي ما بقولك الأمين في القليل أمين في الكثير. التدبير هنا أحد وسائل طمأنينة الإنسان، الإنسان يكون مدبر ما بيضيعش، سواء فلوسك إزاي تكون مدبر فيها سواء قليلة أو كتيرة، إمكانياتك اللي موجودة، الإمكانيات اللي عندك، حتى الورقة اللي بتكتب فيها، حتى اللمبة اللي بتنورها، حتى رغيف الخبز اللي بتاكله، إزاي الإنسان يكون مدبر؟ يعني إحصائيات العالم بتقول إن في مليار من البشر لا يجدوا كوب ماء نقي صالح للشرب، مليار من البشر، 1,000,000,000. طب ما هو الناس دي تعيش إزاي؟ أو هي عايشة إزاي؟ إذن التدبير أحد الصفات القوية اللي تندرج تحت الأمين في القليل أمين في الكثير. هل أنت أمين على وقتك؟ هل بتدبر أيام عمرك صح؟ كل ده يساهم في أن تكون حياتك حياة مطمئنة وحياة طيبة. هديكم مثلا مثال في العهد القديم، لما كان سمعان الشيخ بيشترك مع آخرين في الترجمة، وجت العبارة بتاعت هوذا العذراء تحبل وتلد، واعتبرها أنها مش مناسبة، فحاول يحط لفظ يكون لفظ يعني كده غير الكلام اللي قدامه، فعايز يكتب الفتاة هوذا الفتاة، كلمة يعني مش واضحة قوي. فيجي له الصوت يقول له اكتب زي ما انت كاتب، زي ما انت شايف قدامك في الترجمة يعني، وهتعيش لغاية ما تشوف بعينيك. وفعلا يعيش سمعان الشيخ ويتقدم في الأيام، وكان أمين في الكلمة، أمين في كلمة في الترجمة. طب وبعدين يقول الآن رأتك عيناي، النهاردة رأتك عيناي شفتك، النهاردة أنا الكلام اللي حصل زمان شفته دلوقتي، الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي اعتدته قدام جميع الشعوب. ده واحد بيتكلم باسم العالم كله، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، خلاص كملت. طب انت عشت ازاي؟ انا عشت مطمئن لغاية ما شفت بعناية. طبعا عيني كانت عجزت سنين كتيرة. الصورة دي صورة من صورة الامانة في القليل حتى لو كانت في كلمة. ايضا حنة النبية في تذكارات ميلاد ربنا يسوع المسيح، ازاي انها عاشت انسانة متعبدة وعابدة في الهيكل عشرات من السنين بعد ترملها. طب وعشت ازاي؟ زمان ما كانش فيه لقوانين تأمين ولا معاشات بتقدم للأرامل ولا مساعدات اجتماعية ولا حاجة خالص. طب انت عشت ازاي؟ عشت ازاي مطمنة؟ الانسان الحكيم اللي يضع رجاءه في الله دايما يعيش مطمئن. قلت لك نمرة واحد المسيح ضابط الكل، ونمرة اتنين اشكر باستمرار على عطايا الله العظيمة، ونمرة ثلاثة الأمانة في القليل، وقلت لك إنك تكون إنسان تعيش التدبير عشان تبقى دايما إنسان مطمئن. ابعد عن أي تذمر أو تمرد، أو ابعد عن الناس اللي عندهم الصفة دي. في واحد مهما عملت وياه هو متذمر، في واحد باستمرار كده، في واحد دايما مش عاجبه حاجة، مش عاجبه شيء. مرة بعت 2 من سنين يعني يشتغلوا في مكان،
وكانوا خريج كلية التجارة. راحوا اشتغلوا في المكان، يعني في نفس مصنع كده. وبعدين بعد 4-5 أيام قابلت واحد منهم الصبح، فبقول له انت اجازة النهاردة ولا ايه؟ قال لي انا سبت الشغل. قلت له سبت الشغل بعد 4-5 أيام؟ قال لي اصل المرتب قليل. طب وصاحبك؟ قلت له يسيب الشغل زي رفض وقابل كده. الصاحب اللي استمر في الشغل النهاردة يحتل مكانة مرموقة جدا، القصة دي عمرها 20-25 سنة، يحتل مكانة مرموقة جدا في المكان اللي هو فيه ولم يتركه، وكبر جواه، كبر جوا المكان، وكل آماله وأحلامه اتحققت ويعيش في طمأنينة. صاحبنا التاني بقى اللي ساب الشغل بعد 4-5 أيام لم يستقر في أي عمل أكثر من 2-3 شهور، وبينهم فراغات يقعد شهور عشان يدور على العمل. إنسان متذمر، إنسان مش عاجبه، إنسان مش عارف الطبيعة بتشتغل إزاي. الطبيعة بتشتغل ببذرة صغيرة تنمو إلى شجرة فارهة، دي الطبيعة، دي الحياة الإنسانية، لازم أبتدي صغير وأكبر مع الأيام وأنمو. بص كده وانت ماشي بتشوف شجرة مغروسة بتطلع الثمر بتاعها ازاي، وخضرتها ازاي مستمرة ومغروسة ثابتة، وتمر عليها أجيال أو نخلة كبيرة. من فضلك ابعد عن روح التذمر، ابعد عن روح التمرد، روح عدم قبول الواقع اللي انت فيه، عيش بالرضا، عيش بالرضا. كنيستنا فيها تقليد لطيف قوي ان احنا دايما لما نشكر ربنا نشكر ربنا وش وظهر ايدينا، ونقبل يدنا وش وظهر. ولما نسأل الاباء يقول لك دول وجهين، في وجه خشن وفي وجه ناعم، فاحنا بنشكر الله على الحال الخشن وعلى الحال الناعم، وكل حال بيقدمه ربنا حلو لينا خالص. عيش بالرضا، الرضا. والرضا يا اخوتي ليس معناها الاستكانة، مش معناها انك تبدع، مش معناها انك تحط ايدك على خدك. الرضا معناها انك تجتهد بس تكون امين، وكل اللي يحصل انت راضي بيه، وبتجتهد في عملك او في دراستك او في مشروعك او في مصنعك او في ورشتك، بتجتهد وشوية بشوية الله يحقق معك خير كثير. هذا الدرس درس رقم 12 من دروس الحكمة. كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا خالص. الحياة كده، ده درس من دروس الحياة. اليوم كله يترأف ويقرض، بيقدم على قد ما بيقدر، بيترأف يعني بيقدم رأفة وبيقدم رحمة ويقرض الآخر ونسله للبركة. الحاجة الجميلة بقى انه مش بيعيش البركة في زمنه بس، ده هو بيورث البركة دي كمان. شوف الطمأنينة قد ايه، يعني هو عارف ان النسل اللي ربنا بيدهوله هيعيش بالبركة. الطمأنينة دي تمتد من جيل تاني وجيل تالت وجيل رابع وهكذا. هذا هو الدرس، درس الرضا والكفاية، احد دروس الحكمة اللي بنتعلمها من مزمور 37. وزي ما دايما بقول انك من فضلك اقرا المزمور، وقف عند بعض الايات اللي بنقف عندها للتامل وكدرس من دروس الحكمه. ولما تكتمل الدروس دهيات بترسم قدامنا صوره الحياه الناجحه، صوره الانسان الناجح. وما تنساش ان التقوى مع القناعه كنز عظيم. تقوى الإنسان حياة البر مع القناعة مع الرضا كنز في حياة الإنسان يستمر على الدوام. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.